المواد الضمن الاتصال المؤسسي لسايلو فود. سيادتك النهارده يا فندم شرفنا في معرض رسومات زيتيه لتنفيذ طلب خريج كليه الفنون الجميله بنوصل فيه دوره حياه سنبله القمح، بدايه من الزراعه فالحصاد فالتخزين في الصوامع الخاصه بها للتصنيع في مصانعنا لانتاج منتج لتغذيه سليمه، وفي النهايه هدفنا ندعم اقتصادنا ونصدر منتجاتنا لحد لما نكون في مصر وفي العالم كله. اي اوامر يا فندم؟ شكرا. المهندس احمد عبد الرازق شحات مدير الانتاج بمصنع البسكويت. اسمح لي يا فندم بعرض المصنع وخطوط الانتاج. المصنع مقام على مساحه 47,000 متر مربع، يتكون من 6 خطوط انتاج وهم خطين لانتاج بسكويت الويفر، ودول استاذتك مشرفنا فيهم دلوقتي، وخطين لانتاج بسكويت العجوة، وخط الانتاج بسكويت الساده، وخط الانتاج الشوكولاته. الطاقه الانتاجيه للمصنع يا فندم 240 طن في اليوم. جميع خطوط الانتاج تتميز بوجود احدث الاجهزه في فصل الشوائب وفصل المعادن من المواد الخام الاوليه، واجهزه التشفيك على الموازين، واجهزه سيفتي ستوب للحفاظ على سلامه العاملين اثناء اقتراب العاملين من الماكينه وهي في حاله عمل. بتبدا العمليه الانتاجيه بدخول المواد الخام الاوليه من الصدقيق عن طريق مطاعم سايلو فودز عبر البايب لاينز الى صوامع التخزين لدينا في المصنع يا فندم. كل ماده من المواد الخام الى الصوامع المخصصه بها. الساعه التخزينيه للدقيق 250 طن على 5 صوامع. بيتم اعطاء الامر للنظام الاسكادا سيستم لعمل باتشة العجين فدخول المواد الخام الى الطابق الثالث نزولا الى الطابق الارضي، حيث يتم اعداد الكريمه والعجين في منطقه اعداد الويفر فاندن. اسمح لي باستكمال العرض داخل خطوط الانتاج. بعد اكتمال مرحله العجين بيتم ضخ العجين داخل البايب لاينز اوتوماتيكيا الى صوامع الى تانك التخزين استعدادا لضخه داخل الفرن لعمل شتات الويفر. الفرن ده يا فندم من اطول افران الويفر في العالم في مجال صناعه بسكويت الويفر، حيث انه يتكون من 160 مليت والطاقه الانتاجيه ليه 80 شيت بير مينت. بعد خروجه يا فندم بيتم تبريده ناتشرال كولينج على الاليفيتر، وخدنا في اعتبارنا في العمليه الانشائيه بتركيب ثلاث رهيبه فلتر على جميع وحدات التكييف المركزي لضمان نقاء الهواء وخلوه من اي تلوث. في نفس الوقت وبالتوازي بيتم ضخ الكريمه داخل تنكات التخزين الكريمه استعدادا لفردها على شيتات الويفر. بوك الويفر يا فندم بيتكون من 5 طبقات شيتات واربع طبقات كريمه بنسبه وزن 70% كريمه الى 30% شيتات ويفر. بعد اكتمال البوك يا فندم بيتم التشيك اوتوماتيكيا على الوزن لضمان مطابقته للمواصفات. في حالة المطابقة للمواصفات بيتم السماح لي بالدخول إلى المرحلة التالية وهي مرحلة التبريد. اسمح لي يا فندم باستكمال العرض. بعد اكتمال يا فندم مرحلة التشيك على الوزن بيدخل على مرحلة وحدة التبريد لمدة 20 دقيقة لضمان جودة المنتج، ومنها الدخول على سيور تخزين الويفر استعدادا للتشيك على الميتال ديتكتور والكاتنج اريا والتغليف الاولي، ثم تعبئه الباكو، ثم تعبئه الكرتون. وبكده يا فندم يبقى انتجنا منتج غذائي وصحي لم يلمسه اي عنصر بشري
وفي نفس الوقت حققنا اعلى معدلات السلامه المهنيه للحفاظ على سلامه العاملين من المصنع. فندق اي اوامر يا فندق؟ مهندس احمد حفني محمد، مدير الجوده وسلامه الغذاء بمصنع البسكويت. شكرا يا فندم. مهندس احمد حفني محمد، مدير الجوده وسلامه الغذاء بمصنع البسكويت. اسمح لي يا فندم اعرض على سيادتك خطه منظومه الجوده وسلامه الغذاء والتي يتم تطبيقها بشكل دقيق وفعال لضمان مطابقه المنتجات للمواصفات الغذائيه المصريه والعالميه. وبالفعل يا فندم بفضل الله وبفضل مجهود الفريق تم اعتماد المصنع من هيئه سلامه الغذاء المصريه، والمصنع حاليا مسجل بالقائمه البيضاء. بداية يا فندم يتم تطبيق اشتراطات النظافة والتطهير للعاملين قبل الدخول لصالات الانتاج، وذلك ضمانا لأمان وسلامة جميع منتجاتنا. فور وصول المواد الخام للمصنع يا فندم يقوم فريق من مهندسي المعمل بسحب عينات منها وتحليلها في معمل مصنع البسكويت المزود بأحدث الأجهزة للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل السماح بدخولها في العملية التصنيعية يا فندم. خطوط الانتاج بمصنع البسكويت يا فندم مزوده باحدث الوسائل والمعدات التي تضمن جوده وسلامه المنتجات، منها يا فندم على سبيل المثال وليس الحصر اجهزه المناخ لفصل الشوايب، اجهزه المغناطيس لفصل براده الحديد، اجهزه فحص الاوزان اليا، واجهزه كاشف المعادن والتي يمر عليها المنتج النهائي قبل خروجه للعميل للتاكد من سلامته. يقوم فريق من المهندسين واللي تم اختيارهم على اعلى مستوى من الكفاءه بمتابعه العمليه الانتاجيه وسحب عينات من المنتج لتحليلها في معاملنا قبل الافراج عنها يا فندم. مصنع البسكويت يا فندم مزود بمعمل للبحوث والتطوير، وذلك للعمل على تطوير وتحسين منتجاتنا بشكل دائم. اخيرا يا فندم يتم الاعتماد على النظام الساب، وذلك بتحديد رقم باتش لكل ماده خام ومنتج نهائي للتحكم والسيطره في العمليه الانتاجيه بدايه من دخول المواد الخام حتى خروج المنتج. اي اوامر يا فندم؟ معرض لسيادتك يا فندم منظومه الحوكمه الالكترونيه لشركه سايلو فود باستخدام نظام ساب اس فورانا باحدث اصداراته. يقوم النظام بحوكمه جميع العمليات بدايه من ادخال خطه المبيعات وتحويلها لخطه الانتاج والمشتريات، الى استلام المواد الخام وتخزينها وفحصها قبل الاستغلال، تصنيع المنتج التام طبقا لامر التشغيل، فحص المنتج التام للتاكد من صلاحيه المنتج ومطابقته للمواصفات الفنيه والقياسيه، الى استلام المنتج التام بالمخازن باستخدام اجهزه الهاند هيلد، شحن المنتج التام للعميل طبقا لخطه التوزيع، الى تحصيل قيمه المبيعات من العملاء. الحمد لله يا فندم بتوفيق ربنا ومجهود الفريق بدأنا نظام الساب لمصنع البسكوت اللي هيكون نقطة انطلاق لباقي المدينة بالكامل. أستاذن سيادتك يا فندم أعرض سيادتك نظام الساب مباشرة يا فندم. دي يا فندم الشاشة دي يا فندم بتوضح لنا خطة المبيعات موزعة على شهور. الشاشة الثانية يا فندم بتوضح لنا خطة الإنتاج. الجانب الأيمن يا فندم يوضح لنا خطة الإنتاج موزعة على خطوط الإنتاج. الجانب الأيسر المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع. اللون الأخضر يا فندم هنا بيدل إن المواد الخام متاحة بالمخزون. الشاشة الثالثة يا فندم وهي خاصة بالجودة الفنية، يقوم فريق الجودة يا فندم بفحص المنتج التام وعند مطابقته للمواصفات الفنية والقياسية يقوم بقبول المنتج على النظام، وفي حالة عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والفنية يا فندم يقوم برفض المنتج على النظام. الشاشة الثالثة الأخيرة يا فندم وهي خاصة بالباركود الذي يتم استخدامه لتتبع المنتج عن طريقه بالأسواق طبقا لشروطات هيئة سلامة الغذاء يا فندم، وهو مكون من ثلاث عناصر أساسية، هو تاريخ الإنتاج يا فندم، رقم خط الإنتاج، ورقم الوردية التي قامت بالإنتاج يا فندم. استاذ سيادتك يا فندم ده الباركود الذي يتم استخدامه الان على خط الانتاج. اي اوامر يا فندم؟
والتتبع بره يا فندم، في حاله وجود اي مشكله يا فندم يتم تتبع المنتج بالباركود ده يا فندم. لازم اتفضل يا فندم. فاهم ان الباركود ده عندك وعند تمام يا فندم. موجود يا فندم. موجود يا فندم على الكرتونه يا فندم، تاريخ الانتاج وساعه الانتاج. وده يا فندم لما بيجي نشحن العربيه يا فندم او الشحنه بيتم الشحن بهذا الباركود، وده بيكون موجود في البيكنج ليست او اللي هو امر الشحن لكي يتم التتبع تاني في حاله حدوث اي مشكله. الارقام دي يا فندم بيتم التتبع بالارقام دي يا فندم، بنبقى عارفين الشحنه دي اتشحنت يوم كام، رقم الورديه وتاريخ الانتاج، ويتم الرجوع بالمعلومات على السيستم بالطريقه دي يا فندم. والمفروض على الباكو بتاع المنتج تاريخ الانتاج على الباكو وعلى العبوه الصغيره وعلى الكرتونه الكبيره يا فندم. موجود ان شاء الله يا فندم. طبعا يا فندم. شكرا يا فندم. طبعا يا فندم. شكرا. طبعا اتفضل. ايه الاخبار؟
مدير انتاج مصنع المكرونه. مصنع مقام على مساحه 33,000 متر مربع، بيحتوي على عدد 5 خطوط انتاج. خط الانتاج النودلز، خط الانتاج النودلز وثلاث خطوط لانتاج المكرونه القصيره وخط الانتاج المكرونه الطويله. المرحله الاولى يا فندم هي مرحله تخزين الدقيق. بيتم تخزين الدقيق داخل 10 صوامع بساعة تخزينيه 1000 طن، وبعد كده بيتم نقل الدقيق يا فندم مباشره عن طريق خط الدقيق الى خزان الدقيق يا فندم، ثم بيتم اضافه الميه والدقيق داخل معجن لاتمام مراحل عجن. جميع مراحل عجن مراحل سريعه، وبعد كده يا فندم بيتم كبس العجين على الفورمه للتشكيل، وبيتم التحكم في طول المنتج عن طريق سكينه القطع. المصنع مجهز بعدد 27 فورمه لانتاج الاصناف المختلفه، وده بيميزنا ان احنا نقدر ننتج منتجات تلبي جميع الاذواق. كده يا فندم احنا بنمر على خطوط الانتاج القصيره. كل الخطوط يا فندم متشابهه تماما بطاقه انتاجيه 5.5 طن بالساعه. وكل خط يتميز ان هو دبل هيد بجزئين متطابقين تماما من مراحل العجن والتشكيل والتقطيع، وده بيدينا طاقه انتاجيه كبيره يا فندم. ده يا فندم الخط الثالث القصير، ثم في النهايه خط الاسباجيتي وطاقته الانتاجيه 4 طن في الساعه. بعد ده شكل يا فندم منتج الاسباجيتي بعد ما تم كبسه على الفورمه وتم تشكيله. بعد كده يا فندم بيدخل منتج مرحله التشميع، ودي بيتم فيها اكسابه صلابه خارجيه، وبيتم فيها تجهيزه للتجفيف. ثم بينتقل مباشره عن طريق الباكر الفيتور الى اعلى المجفف. مرحله التجفيف بيتم فيها نزع الرطوبه من المنتج عن طريق التحكم في درجه الحراره داخل المجفف، ويتكون من جزئين. الجزء العلوي هو المجفف الابتدائي وبيتكون من 6 مستويات، والجزء السفلي هو المجفف النهائي وبيتكون من 5 مستويات. ثم فندم بيخرج المنتج من المجفف محمل بالحراره، بيتم نزع الحراره منه داخل المبرد. مرحله التبريد بيتم فيها نزع الحراره من المنتج، وبيتم تجهيزه فيها للتخزين. ده فندم شكل المنتج النهائي بعد ما مر بجميع المراحل التصنيعيه. ده منتج تام نهائي يا فندم جاهز على التخزين مباشره. بعد كده يا فندم بينتقل مباشره عن طريق الباكت الليفيتور الى صوامع تخزين المنتج التام. كل خط مجهز بعد 10 صوامع بساعه تخزينيه 150 طن. وايضا يا فندم كل خط مجهز بوحدتين متكاملتين لتوزيع المنتج للتعبئه والتغليف، وده بيتيح لنا ان احنا نقدر نعبي اكتر من منتج في نفس الوقت. اتفضل سيادتك يا فندم. اللي على شمال سيادتك يا فندم دي مستويات تخزين المنتج التام للخط الاسباجيتي، عددها 8 مستويات بساعه تخزينيه 40 طن. المرحله الاخيره يا فندم هي مرحله التعبئه والتغليف. منطقه التعبئه والتغليف بتحتوي على اجمالي 29 ماكينه. كل خط مجهز بعدد 4 ماكينات تعبئه. ماكينه العبوات الكبيره وثلاث ماكينات العبوات الصغيره. بعد ما يتم تعبئه الكيس يا فندم بيعدي على جهاز كشف المعادن، ثم على جهاز مراجعه الاوزان للتاكيد على الوزن المطلوب. وايضا كل خط مجهز بعدد 3 ماكينات تغليف اليه، ماكينه الكرتون لتغليف الكرتون اليا، وماكينه البندل لتغليف العبوات البلاستيكيه. سيادتك يا فندم، وسال سيادتك زميله الدكتوره نارا تكمل مع سيادتك منظومه الجوده. شكرا يا فندم. يا فندم هدفنا الاساسي انتاج منتج مصري صحي امن قادر على المنافسه داخل مصر وخارجها، ولذلك وضعنا خطه عمل مقسمه على 3 مراحل. المرحله الاولى كانت خاصه بتسجيل مصانع البسكوت والمطاحن المكرونه والمخبوزات والروتو في القائمه البيضاء، فهي سلامه الغذاء المصري، ودي القائمه اللي بتعكس مدى التزامنا بالشروطات اللي هي سلامه الغذاء. بالفعل بعد نجاح مصنع البسكوت بالتسجيل جاري التسجيل بقى في المصانع ان شاء الله خلال الشهر الحالي والشهر الخاص. المرحلة الجاية إن شاء الله مرحلة تطابق مع المواصفات العالمية زي ايزو 9000 واحد، الايزو 45000 واحد خاصة بالسلامة والصحة المهنية، الايزو 14000 واحد خاصة بإدارة البيئة، والاف دبل اس بي خاصة بسلامة الغذاء. إن شاء الله مواصفة الايزو 17025 الخاصة بكفاءة الطرق فحص والاختبار والمعايرة، واللي هتطبق على المعمل المركزي والمعامل بالمصانع. إن شاء
شاء الله المرحله الثالثه مرحله اداره الجوده الشامله وتحسين المستوى. شكرا لحضرتك. We'll be right back.
يا فندم مدير انتاج مصنع المخبوزات. مصنع فندم مقام على مساحه 6700 متر مربع مقسمه الى عدد 2 صاله انتاج بعدد عماله يا فندم 40 عامل لكل ورديه وبطاقه انتاجيه 26 طن منتج يوميا كمرحله اولى. سيادتك فندم مشرفنا في منطقه مناوله الخامات توريد شركه بولر السويسريه حيث يتم ضخ الدي يا فندم عن طريق خط انابيب من مطحن الدي بالشركه الى عدد 2 صومعه دي داخل المصنع بسعه تخزينيه يا فندم 100 طن دي، وده يكفي لتشغيل المصنع بكامل طاقته لمده 5 ايام متواصله. اسمح لي سيادتك بعرض مراحل الانتاج وخطوط التشغيل. اتفضل. سيادتك فندم مشرفنا في الصاله رقم 1 التي تحتوي على عدد 2 خط انتاج توريد شركه كونينج النمساويه. تم تدريب يا فندم جميع العاملين بالمصنع من قبل خبراء من شركه كونينج على تشغيل الخطوط بكامل المنتجات وكامل الطاقات. اسمح لي سيادتك بعرض مراحل الانتاج. المرحله الاولى يا فندم هي مرحله تحويل خامات للعجانات وتتم بشكل آلي عن طريق نظام الاسكادا باختيار الخامة يا فندم وارسالها الى ميزان للتاكد من وزنها ثم نخلعها من الشوائب وارسال العجانات بشكل مباشر. المرحله الثانيه يا فندم هي مرحله خلط العجين وتتم بشكل آلي دون تدخل بشري. بعد كده يا فندم بنرفع العجين عن طريق آلات رفع آليه وامنه للحفاظ على سلامه العميل العمال. ثانيا يا فندم تتم مرحله تقطيع المنتج بشكل آلي. بعد كده يا فندم مرحله لف وتشكيل المنتج بدون اي تدخل بشري. ويليها يا فندم مرحله نقل المنتج عن طريق ترولات الى عدد 3 غرف تخمير بسعه 60 ترول يا فندم. تتم مرحله التخمير يا فندم للوصول لحجم مناسب للمنتج قبل التسويه. ويتم ضبط درجه الحراره ونسبه الرطوبه لكل غرفه اليا. يوجد يا فندم معمل للتحليل الكيميائيه بالمصنع لاجراء جميع الفحوصات اللازمه للمنتج اثناء العمليه الانتاجيه. بعد كده يا فندم مرحله تسويه المنتج وتتم على افران دواره للحفاظ على توزيع الحراره بشكل متساوي على المنتج. ويوجد عدد 12 فرن دوار يا فندم مزوده بشاشات للتحكم باختيار المنتج والتحكم في مراحل التسويه ودرجه الحراره وزمن التسويه. واخيرا يا فندم مرحله التغليف وتتم على ماكينات ايطاليه الصنع باستخدام مواد تغليف عاليه الجوده من انتاج مجمع الطباعه بالشركه يا فندم. وتتم جميع مراحل الانتاج طبقا لمعايير السلامه والصحه المهنيه الممارسات الجيده للتصنيع واشتراطات هيئه سلامه الغذاء. اي اوامر يا فندم. دكتور شريف زكي يا فندم رئيس قطاع تجاري بشركه سايلو فودز للصناعات الغذائيه. شرفنا بسعادتك. احب اوضح فندم رؤيه الشركه هي ان احنا نكون الشركه الرائده في الصناعات الغذائيه في مصر والشرق الاوسط. احب اوضح فندم الخطه الاستراتيجيه بالنسبه للتسويق اهم ثلاث معايير الجوده والسعر المناسب للمستهلك المصري. قدرنا يا فندم نختار موزعين على مستوى الجمهوريه باختيار افضل موزعين. عندنا المنتجات يا فندم
الباليرمو، المنتجات دي سيمولينا 100% وهي عشان نقلل الفرص الاستيراديه بالنسبه للمنتجات اللي بتيجي من الخارج، ونقدر ان احنا النهارده ننافس بيها بشكل كويس جدا. اتفضل يا فندم. نعمل ايه يا فندم؟ لا يا فندم، دي سمولينا 100% زي الايطالي بالظبط، زي المنتجات الاوروبيه. دي حضرتك ب 10 جنيه اقل من المستورد ب 35، يعني المستورد 35 دي ب 10 جنيه. بالاضافه يا فندم ما نسيناش بالنسبه لمعايير الدراسه التسويقيه، قالت لنا ان احنا لازم ننتج منتجات تناسب السوق المصري، فانتجنا من الدي استخراج 72 منتجات نغطيها على مستوى الجمهوريه وتتناسب مع الشرايح، جميع شرايح الدوله. يعني عندنا حضرتك برضو منتج تاني حضرتك هنا من المكرونه استخراج 72، وهنا حضرتك بنتميز بيها بالحجم ونوعيه الدقيق بكواليتي اعلى شويه يا فندم، فنقدر ان احنا نناسب كل القطاعات. سعرها يا فندم اقل من المنافس بقى حوالي 15% بالظبط يا فندم. بالاضافه حضرتك قدرنا كمان يا فندم نعمل شبكه توزيع محترمه على مستوى الجمهورية. شكرا يا فندم. شكرا. ريم فهمي، مدير عام قطاع التسويق والمسؤول عن مصنع البسكوت. عملنا دراسة فنية للسوق المحلي والإقليمي، حددنا على أساسها المنتجات اللي هننافس بيها والفئات العمرية اللي هنستهدفها، وبناء على الدراسة وضعنا الاستراتيجية التسويقية بتاعتنا القايمة على 4 محاور: تصميمات بألوان جذابة تضاهي المنتجات العالمية، جودة عالية وفقاً للمواصفات القياسية العالمية، أنواع ونكهات مختلفة تناسب المستهلك، أسعار في متناول الجميع. هدفنا من الاستراتيجية التسويقية المنافسة بقوة في السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية، بالإضافة إلى التغذية المدرسية، وقريباً التصدير إن شاء الله. مصنع البسكوت 5 خطوط، بينتج حالياً 3 أنواع من البسكوت ويفر، وبننافس فيه بمنتجين بالإضافة إلى بسكوت العجوة والبسكوت السادة. شكراً يا فندم.